الشبح وصل يا جدعان. يا وحش يا ريس، فين كمان؟ كنا بنجيب سنابل يا بابا. شايف انت الحتت دي؟ اسمع اسمع، لا خطيره يا جماعه، لا 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 قويه. كل خبطه من الماركه دي السما بتفتح. الله. Doing biceps, bro. Good boy. Yeah. Biceps. Oh yeah, man. Oh. If there's a belt, there's going to be a high work tomorrow. Wow. High work. We're going to take a picture today. How to increase biceps, especially when your muscle is strong like mine. We're going to take a picture of biceps. وهعلمكم ازاي تكبروا بايسبس بالذات لو هي عندك عنيده، لان انا الناس يعني بتشوف دراعاتي بتقول دي من العضلات الكويسه اللي عندي، بس في الحقيقه انا عندي البايسب والترايسب من العضلات العنيده جدا اللي ما بتكبرش اساسا. فبعد كذا سنه عرفت الطرق ازاي ان اكسر الحد اللي هو الوراثي واكبر العضله بطريقتين. إذا عضلة بتكبر عامة لما تكون متعرضة لضغط من وزن مضروب في الوقت اللي هو time under tension أو stress، دي أول حاجة. تاني حاجة لما العضلة الألياف بتتقطع، فأنت عندك هدفين، إن أنت تحط العضلة تحت ضغط عالي، وتاني حاجة ان انت تدمر العضلة دي على قد ما تقدر. يعني من الاخر هنعمل دروب سيتس وهبين التمرين هتبقى عاملة ازاي، ومش بكتر المجاميع في التمرينات، بس الفكرة كلها ان انت توصل لوزن عالي قوي على قد ما تقدر تحت وقت معين، وتدمر العضلة دي تماما في الاكسرسايز المعين اللي انت بتعمله. فممكن الاكسرسايز يبقى مجموعة واحدة او مجموعتين ماكس، لما الوزن ما تقدرش تزيد عن كده تروح للاكسرسايز اللي بعديه، وهنوري طبعا كل ده دلوقتي في الفيديو. طيب انا هحط السماعات عشان هعمل تمرينة بجد، البطولة بتاعتي كمان 3 اسابيع، فدي مش تمرينة للفيديو يعني، ده هو الورك اوت بتاعي. هبتدي بعدة بمجموعة تسخين، وبعدين هعمل يا اما مجموعه واحده تقيله او مجموعتين تقال، هتشوفوا انتوا في الفيديو. اتقل مجموعه هعملها هتلاقيني رحت منزل الوزن وشايل نص الوزن وعامل نفس العداد تاني، وهي دي المجموعه اللي انا بتكلم عليها اللي بتدمر العضله تماما. Thank you.
يعتبر اول مجموعه تقيله، وبدل ما انا حاسس ان انا ممكن اعمل وزن اتقل، 8 عدات 7 عدات، فهكمل اعمل مجموعه تانيه. لو حسيت ان ده كان اخري كنت نزلت الوزن بعد 8 عده او 10 عده، شلت نص الوزن وعملت 10 تانيين. فهي الفكره ان انت توصل الماكس بتاعك، مش مجرد 4 عدات 4 مجاميع زي ما كل المدربين بيقول لك تمرينه 4 عدات 4 مجاميع، التمرينه دي 4 مجاميع، التمرينه دي 4 مجاميع. المساله ان انت توصل الماكس بتاعك، وممكن توصل الماكس ده بعد اول مجموعه. بيقول لك الكروس المهم بيعمل وسط كبير 30 30 او 29. تبقى مش قادر، تبقى بتحرقك بطريقه ان لازم تمشي او تتحرك او حتى يعني ممكن ساعات الفاظك ما تبقاش مناسب للي حواليك. اللي بعده يا معلم، خد الراجل اللي ورانا ده عشان انت عارف بيرغي رغي في الوسط، ما يفرقش معاه بقى بتصور ما بتصورش، داخل داخل يعني.
زي ما انتم شايفين في التمرينه دي اللي هي اسمها كيبل كونسنتريشن كيرلز، ما عملتش غير مجموعتين بس. اول مجموعه كانت تسخين، وبعدين تاني مجموعه هي المجموعه الرئيسيه اللي بتشغل العضله بالوزن الثقيل، وبعدين دمرناها بعملنا دروب ست في الاخر. عملت 7 أو 6 عدات مش فاكر، ما بفتكرش اصلا، ما بعدش ما لعبش. الفكره ان انت تفضل مكمل لغايه ما خلاص توصل للمرحله اللي هي اسمها فيلير، فشل عضلي، مش عضله مش قادره تكمل، تروح منزل وزن على طول وتعمل نفس تكرار العدات تاني. ده يبقى هو ده المجموعه خلاص خلصت، لان انا دلوقتي ما اقدرش اعمل وزن اكتر من اللي انا عملته. فكده التمرينه دي خلصت، وهنخش على التمرينه اللي بعديها. دي تالت تمرينه كونسنتريشن كيرلز برضو بس بالماشين، زيها زي الدمبل، مش فرق مش كبير قوي. ساعات بقى ساعات بشتغل المكنه دي وساعات بعمل بالدمبل كمان. هنعمل نفس الطريقه برضو. اول مجموعه هتبقى تسخين عدات، بعدين تاني مجموعه تبقى المجموعه الرئيسيه اللي هو احاول اعمل اتقل وزن اقدر اعمله، وندمر ندمر العضله، ندمرها بقى زي ما تفهمها تفهمها بقى. لازم تدمرها، لازم تدمرها. تسخين هبقى مثلا من 2 ماشي لغايه اخر خلاص. التمرين ده انا بعمله خاطر الفيديو ده بس عشان الفانز. عاده انا مش بعمل التمرين ده، ده اسمه ريفرس ستريت بار كيرل، يعني بدل ما بعمل كده بعمل عكس كده. ده بيشغل البراكياليس اللي هي العضله اللي هنا دي، اللي هي عاده بتشتغل لما بتعمل هامر. لما تعوج ايدك اكتر بتشغل الفور ارم. طبعا انا ما بعملش التمرين ده نهائي، لان انا عندي اصلا الفور ارم تقريبا قد الدراع بتاعي كله، ما بلعبوش خالص. فهي دي عندي نقطه قويه عندي في الوراثه يعني. فدايما لازم اركز على البايسب اكتر من بركز على الفور ارم. بس انا بعمل التمرين ده عشان خاطر الفيديو، يعني الناس اللي عندها مثلا فور ارمز ضعيفه وعايزه تتطور.
انت هتشوف دلوقتي البامب فور ارم هيوصل ان هو هيبقى تقريبا قد الجناح، عشان كده ما بحبش العبه انا خالص، بس عشان خاطر الفيديو اللي عاوز يكبر الفور ارمز بالذات الحته دي زي التمارين اللي انا شرحتها ريفرس كيرل، وانت ترجع رجل ورا تعمل كيرلز بالريست، ريست كيرلز اسمها ريفرس ريست كيرلز وريفرس باربل كيرلز او ستريت باربل كيرلز. طيب كده احنا خلصنا تمرينه البايسبس، والطريقه اللي انا ضربت بيها البايسبس النهارده دي اسمها هاي انتنسيتي. دوريان ييتس كان بيتمرن كده ان هو تحاول توصل الليمت بتاعك، وطبعا كل تمرينه تشوف انت التمرين اللي قبليها اخر وزن عملته كان ايه وتحاول تكسره حتى بيدوب لو ب2 باوند او ب5 باوند، وهي دي الطريقه الوحيده انك تكبر العضلات العنيده. ممكن كمان تستخدمها للعضلات التانيه، يعني تغيير للتمرينه بتاعتك، فممكن برضو الحوار ده يتطبق على الصدر على الظهر على الكتف على الرجل. الرجلين ما بحبش قوي لان في موضوع الركب وموضوع ان انت ممكن تصاب، والرجلين عضله كبيره قوي قوي، انت عاوز تضخ دم على قد ما تقدر، فان انت تعمل 7 عدات و8 عدات بالنسبه لي ما جابتش نتيجه قوي، على قد ما بعمل 12 عده مثلا للرجلين. بس البايسبس عضله صغيره، واحسن طريقه ان انت تكبرها انك تدمرها، واحسن طريقه برضه انك تخلي علاقه كويسه انك تدمرها برضه. اتمنى الفيديو ده يكون نفع ناس كتيره. هروح انا دلوقتي اعمل الكارديو بتاعي، قدامنا 3 اسابيع لبطوله ليجاسي اللي كسبتها السنه اللي فاتت، وان شاء الله هنكسبها تاني السنه دي، بس المره دي ناخد الاوفرول وكارت الاحتراف. ما تنسوش يا جماعه تعملوا سبسكرايب لقناه اليوتيوب، لان هنزود الفيديوهات وهنتكلم على حاجات محدش بيتكلم فيها خالص. هنتكلم على الهرمونات، المنشطات، الاعراض الجانبيه اللي محدش بيتكلم عنها، على ازاي تخلي بالك من جسمك طول السنه كلها لما انت شغال منشطات. هنتكلم على عادات الناس بتتكسف ما تتكلم عليها وتاثيرها في كمال اجسام. هنتكلم على ازاي تعمل فلوس من مجال الفتنس، لان انتوا عارفين انا حكيت كذا مره انا لما جيت كندا ما كانش عندي شغل او حاجه، والحمد لله وصلنا للي احنا وصلنا له النهارده. هنتكلم على كل الحاجات دي، فاعملوا سبسكرايب واستنوا الفيديو اللي جاي ينزل 3 4 ايام اسبوع ماكس يعني.